نسمع عن مخططات إنقلابية، مخطط تلو الآخر، هل هذا منطقي ومعقول برأيك؟ والله يا أخي ما يعني ما صعب يعني أن تجد منطق لهذه العمليات التآمرية المتكررة، لكن السؤال هو هذه العملية التي يعني تم الإعلان عنها اليوم هل لها علاقة بالعملية الإنقلابية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي؟ قبل أسبوع تم إعلان عن محاولة إنقلابية يقودها علي مجوك القيادي بمجلس الصحوة الثوري التابع لموسى هلال، ومعه ولد إبراهيم ومعه مجموعة السائحون وهكذا. هل هذه يعني مختلفة تماما أم أن هذه هي ذيول لتلك المؤامرة الإنقلابية؟ نعم. حقيقة يعني بقت المسألة يعني مثيرة للشك حقيقة، يعني من كثرة ما تم الإعلان عن محاولات إنقلابية. ما هي يعني الأسباب وراء هذه الإنقلابات إذا كانت هي حقيقية أم غير حقيقية في رأيك إذا قرأت قراءة نفسية؟ يعني هو طبعا أول حاجة يعني من ناحية إنه الوضع العام في البلد يعني من الهشاشة والضعف في مكان ما يغري بمثل هذه الحماقات الإنقلابية، يعني عشان كده يعني لما يتم الحديث عن مؤامرة إنقلابية ربما يعني يعتمدون على هذه الأوضاع المغرية. من هم يعني الأطراف التي لديها نية وتخطيط لتغيير الأوضاع بقوة وإعلان عن مخطط انقلابي مرة تلو الأخرى؟ نعم. هل تعتقد بأن هنالك أطراف يعني من الخارج مثلا تساند هذه الأطراف؟ بعد الإجابة على السؤال. وأول حاجة خلينا نعرف أنه من الداخل هنا عشان نحدد الأطراف الخارجية المساندة. نحن حتى الآن ما قادرين نعرف الأطراف الداخلية منو اللي هي الدار تقوم دي عشان بعد ذاك نحدد، لانه حسب الخبر انه ما اعلنت اي تفاصيل. يعني بس اعلان يعني القبض على خليه من 10 اشخاص لم هكذا تفصح تخطط عنها. وتخطط. يا اخي لو تتذكري في اخر مليونيه اللي استشهد فيها شخصين، من واحد من الجريف شرق عند كوبري المنشيه، وعندما تم اغلاق مليونيه 21 اكتوبر عندما تم اغلاق الكباري ذكرت لجنة أمن الولاية أن هنالك معلومات عن خلايا تخطط لإحداث عنف وفوضى ومش عارف لقلب نظام الحكم. ده في مليونية 21 أكتوبر. بعديها جاء موضوع علي مجوك وود إبراهيم، هذا جاء موضوع العشر أشخاص دي بدون تفاصيل. خلينا نرجع من الإنقلاب الأول اللي أعلنوه قبل الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحرية والتغيير اللي أنتج الوثيقة الدستورية وأنتج الإعلان السياسي. كان تم انقلاب بعده تم عدد من الانقلابات، هذه كلها لحد الآن نحن لم نسمع عن محاكمات جرت وعن أي تفاصيل حولها. صحيح. بس يتم الإعلان هكذا وده حقيقة لا نعرف مصيرهم. يعني نعم مصير بالضبط، لا بد أن تكون هنالك شفافية ووضوح. إذا كان هنالك فعلا مؤامرة إنقلابية أو يفترض أن تعلم بالتفاصيل، لأنه بالطريقة دي مع تكرر هذه الأحداث التي يتم الإعلان عنها دون تفاصيل ودون أي معلومات يعني تتسبب في جلب السخرية. صحيح. على من يعلنون مثل هذه الأنباء يعني ومن حق المواطن معرفة التفاصيل. نعم يعني إذا نعم كانت هنالك نعم محاولة انقلابية من هم الأشخاص الذين حاولوا بالضبط، بذلك ما هو مصيرهم يعني بالضبط صارت نعم محل سخرية يعني بالطريقة دي يعني ستصبح محل سخرية، وهي بالفعل صارت محل سخرية. وين المحاكمات التي تمت للانقلابات السابقة التي تم إعلانها؟ لا شيء. يعني في ظل الأوضاع المعيشية التي نعيشها الآن أو يعيش السودان أستاذ حيدر، هل ستتوقع نجاح محاولة انقلابية؟ لا أعتقد إنه أول حاجة يعني من يقدم أول حاجة طبعا مسألة انقلاب دي تاني أنا يقال لي لا بالنسبة للسودانيين ولا بالنسبة للعالم ككل ولا بالنسبة للمنظمات والمؤسسات الدولية سواء كان الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو خلافة أو المجتمع الدولي عموما، لا مكان للانقلابات بعد اليوم. طيب. أما على السودانيون يعني ظلوا يعني كارهين جدا لمسألة الانقلابات العسكرية، ولن يجد أي انقلاب حتى في حال نجاحه أي دعم أو تأييد بواسطة السودانيين. هذا وسيجد مقاومة عنيفة جدا من داخل السودان من قبل أن تحاصره الدول الأخرى وتحاصره المنظمات الدولية الأخرى. فأعتقد أنه إضافة إلى ذلك هذه الظروف، من هذا الأحمق الذي يعني يقدم على تولي أمر البلد في مثل هذه الظروف؟ ماذا سيفعل؟ صحيح. ماذا سيفعل فيها؟
فسيريدها موارد الهلاك على ما هي عليه من طبعاً. من ضوائق ومشاكل. فأعتقد أنه ليس هنالك صاحب تقدير صحيح وعقل سليم يمكن أن يفكر يحاول في محاولة انقلابية.